واحدة تلو أخرى كانت العاهرات يلقين حتفهن في كل أنحاء أوروبا الوسطى، وتظن السلطات النمساوية أن القاتل رجل واحد، ولكن بسبب قلة خبرتهم في ملاحقة مرتكبي الجرائم المتسلسلة طلبوا المساعدة من الـ FBI، إنما ليتبين أخيراً أن القاتل نفسه وصل إلى أمريكا، حيث ارتفع عدد الضحايا باضطراد إلى أن تولت الـ FBI أمر إيقافه. منذ سنة 1990 وأوروبا تتخبط بين براثن مجرم شرس، إنه مطلوب في كل العالم ويتنقل من بلد إلى آخر كي لا يعثر عليه ولكي يقتل أخريات. أنا جيم كارستروم، الرئيس السابق لمكتب الـ FBI في نيويورك. التعاون القانوني بين الدول والقارات ليس أمرا مألوفا، ولكن أمرا كهذا في أوروبا ليس مألوفا أيضا. بعد يأسها طلبت السلطات النمساوية مساعدة الـ FBI. إن المتاجرة بالجنس شرعية في النمسا منذ سنوات عديدة، فهنا تسير المومسات في الشوارع بحثاً عن رجال راغبين في شراء خدماتهن. في ثمانينيات 1900 عملت هايدا ماري هاميرر في شوارع بريغنز كمومس. إنها متخصصة ومصرح لها منذ نحو 10 سنوات، وكان يطلب منها أمور غريبة. ولكن في ليلة 5 من كانون الأول ديسمبر لعام 1990 تمادى أحد الزبائن كثيراً. ألبس القاتل ضحيته ثيابها بسرعة، ثم جرها إلى غابة نائية تبعد نحو 10 أميال، حيث ترك جثتها. مرت 3 أسابيع قبل أن تكتشف الجريمة. ففي ليلة رأس السنة عثر شخصان يتجولان في الغابة على جثة هاميرر، مع أن الجثة كانت معرضة لعوامل المناخ، فإن برودة الشتاء حافظت عليها بحالة جيدة. وجدت السلطات النمساوية أن هاميرر اختنقت بجواربها، وكان معصماها مرضوضين من القيود، غير أن التشريح لم يجد أي أثر لعلاقة جنسية، ولكنهم وجدوا أنسجة لا تناسب ملابسها. كانت هاميرر الضحية الأولى، وفي الأشهر التالية مات 3 مومسات بشكل عنيف في النمسا. اكتشفت جثة برونهيلد ماسر في ساقية بالقرب من غراتس، وألفريد تشريمف المولودة أيضا في غراتس عثر عليها في الغابة المجاورة، وبالقرب من فيينا وجدت سيلفيا زاغلر بين الأشجار. تعرضت النساء جميعا لرضوض وخنقن بجواربهن، ثم تركن غير عاريات بالكامل ووجوهن نحو الأرض في مناطق حرجية. لقد صعق هذا شعب النمسا. في 4 نيسان أبريل لعام 1991 جمعت السلطات أهم محققيها للتركيز على هذه المذبحة، وبسبب التشابه بين هذه الحالات الأربع نسبوها جميعا إلى شخص واحد. إنه أول مرتكب لسلسلة جرائم في تاريخ النمسا العصري، ولذلك فهم لم يعتادوا التحقيق في مثل هذه الجرائم. عين الدكتور إرنست جايجر أحد أهم المحققين النمساويين لتنسيق عملية البحث عن المجرم. لم تؤدي بنا الأدلة إلى أي مكان، كانت كل الطرق مسدودة في وجهنا، لم يكن لدينا أي مشتبه.
ابتدأ الوضع يتغير عندما قرأ شرطي متقاعد عن جرائم القتل في صحيفة سالزبورغ، وقد ذكرته الجرائم بقضية حلها عام 1974. تلقى التحري جايجر اتصالاً هاتفياً من هذا الشرطي المتقاعد الذي أخبر جايجر عن شابة خنقت بملابسها الداخلية ورميت في الغابة منذ 15 عاماً، تماماً كما حصل لهذه الضحايا. وقد قبض على المجرم وحكم عليه، غير أنه حصل على إطلاق سراح مشروط مؤخراً. دون التحري جايجر اسم المتهم السابق يوهان جاك أونترفيجر. لقد حصل جاك أونترفيجر على إطلاق سراح مشروط بعد 15 عاماً لأنه أدين في السابق بجريمة قتل شابة، ولقد أصبح في السجن كاتباً مشهوراً، مشهوراً جداً. ولكن هل يعقل أن يرتكب هذا الكاتب المشهور سلسلة من الجرائم؟ ابتدأ جايجر وفريقه يبحثون في خلفية هذا الصحفي. كانت حياته صعبة جداً قبل عام 1990. ولد من مومس ألمانية سرعان ما تخلت عنه، وقد عانى من الإهمال والإساءة وهو يتنقل من منزل إلى آخر. في سني مراهقته ابتدأ يعبر عن سخطه على أيام طفولته البائسة، وعندما بلغ 25 من عمره أكسبه غيظه هذا حكماً مؤبداً بالسجن مدى الحياة. تابع جاك تعليمه وابتدأ يكتب وهو في السجن. وقد نشر رسائله ومسرحياته وقصصه القصيرة وسيرة حياته. في الكتاب الذي أكسبه الشهرة رسم جاك صورة مأساوية لشخصيته التي اعتبرها ضحية، وقد تقبل النقاد والعموم النزاهة التي واجه بها الكاتب ماضية. اقترحت اللجنة الأدبية أن الفن رده إلى طبعه السوي، وأخيراً طالبت الصحف وعامة الناس بإطلاق سراحه. في 12 من أيار مايو لعام 1990 وافقت السلطات النمساوية، وخرج هذا الرجل النمساوي البالغ من العمر 40 عاماً من السجن، ومصمماً ألا يقضي دقيقة أخرى من حياته خلف القضبان. بعد إطلاق سراحه استخدمته مجلة ألمانية بارزة ليغطي موضوع قتل المومسات، وقد وعد بأن يستخدم موهبته في الكتابة لفائدة المجتمع، وقال لمحرر الصحيفة إنه يريد أن يكون صوت المعذبين أمثاله. في تموز يوليو لعام 1991 بعدما عثر على عاهرتين أخريين مخنوقتين، انضم إلى الفريق عالم النفس توم ميولر من قسم التحقيقات الجنائية في النمسا. عندما بدأنا التحقيق في أمر جاك أونترفيجر وجدنا مقاومة لا بأس بها من أصدقائه النافذين في مجال الصحافة الذين لم يتقبلوا فكرة كونه مجرماً مطارداً. حتى بين المحققين قلة فقط قبلوا أن يعتبروا هذا الصحفي المشهور متهماً محتملاً. ومن سجلات السفر وغيرها من الوثائق الرسمية علم جايجر وميولر أن جاك كان موجوداً في موقع كل جريمة. لم يكن هذا دليلاً يدفع إلى الشك لأنه كان يغطي القصة كصحافي، ولكنه كان يصل دائماً إلى تلك المواقع قبل حدوث الجرائم. واكتشف المحققون أيضاً أنه زار براغ في أيلول سبتمبر لعام 1990 مباشرة قبل خنق تشيكوسلوفاكية بلانكا بوكافا بجواربها. كانت أول ضحية في سلسلة الجرائم السبع المرتكبة حتى ذلك الحين. الغريب في الأمر أنه حينما كان جاك يمكث في أي مكان في براغ أو غربي النمسا أو في الجنوب أو الشمال في تلك الفترة نفسها، كنا نعثر هناك دائماً على جثة ما في الغابات. اختفت امرأة أخرى في النمسا، ريجينا بريم،
طوال أشهر واعتبرت ميتة، وكانت عائلتها تنتظر بيأس خبر وفاتها. في تشرين الأول أكتوبر لعام 1991 تلقى الزوج والابن المفجوعان اتصالا هاتفيا. عرف المتصل نفسه بأنه قاتل ريجينا، ووصف ما كانت ترتديه ليلة اختفائها. ادعى القاتل أنه أعدمها، وأن الله أمره بذلك، وبأنه تركها ذبيحة ووجهها باتجاه جهنم. وكم عذب هذا الاتصال الوحشي تلك العائلة المفجوعة. عندما اكتشفت الشرطة جثتها، أكدت أن ريجينا هي الضحية الثامنة، وهذا الاكتشاف لم يقربهم قط من اكتشاف المجرم لربعه. فيينا، في 22 من تشرين الأول أكتوبر لعام 1991، استجوبت السلطات النمساوية جاك للمرة الأولى، ولعدم توافر أدلة كافية تربطه بالجرائم، كانوا يأملون أن يعترف بها من تلقاء نفسه. فاعترف بأنه اجتمع بمومسات لإمداده بالمعلومات اللازمة لمقالاته ولمعاشرتهن، ولكنه أنكر أنه يعرف الضحايا. برغم حججه الضعيفة، اضطر المحققون إلى إطلاق سراحه، فقد كانت الأدلة ظرفية، وكان تأييد الناس له يزداد. لكن ميولر وجايجر ظلا يشتبهان بجاك وتابعا البحث في ماضيه. فبحثا عن السيارة التي قادها جاك عندما أطلق سراحه من السجن، ولكنه كان قد باعها منذ أكثر من سنة. كان شبه مستحيل العثور على أي أدلة مفيدة، ولم يعثر الفريق إلا على جزء من شعره. بالرغم من كل شيء، أرسل المحققون هذا الجزء من الشعر إلى جامعة بيرن لتحليله. كان في الشعرة ما يكفي من جذرها، وهكذا تمكن التقنيون في المختبر من استخراج الدي أن أي الذي جرت مقارنته بدي أن أي الضحايا. من بين النساء الثماني المقتولات، طابق الدي أن أي المستخرج من الشعرة الضحية الأولى من براغ، بلانكا بوكافا، وكانت تلك نقطة تحول. لكن هذا أثبت فقط أن المرأة كانت في سيارة جاك، وكان المحققون بحاجة إلى دليل أقوى. في مركز الشرطة استجوب جايجر مومسات نمساويات، تعرفنا إلى جاك بصفته زبونا دائما يصر على تكبيل أيديهن أثناء المعاشرة، والأهم أن إحداهن تذكرت أنها رأته يقترب من صديقتها هيدا ماري هامر الضحية الأولى التي اكتشفت في بريغانز، وتذكرت أيضاً أنه كان يلبس سترة جلد بنية في تلك الليلة. تسلح جايجر بما قالته المومسات وبهذا الجزء من الشعرة الذي اكتشف في سيارة جاك ليحصل على مذكرة تفتيش لشقته. جاك، وانت باقة؟ عندما وصلت الشرطة لم تتمكن من العثور على جاك، فأخذوا بعض الملابس بما فيها سترة الجلد البنية لإخضاعها للفحص. ثم اكتشف أحد التحريين بعض الأوراق في سلة المهملات. كانت تلك وصولات من مطعم في ماليبو كاليفورنيا يعود تاريخها إلى 9 أشهر. لقد زار جاك الولايات المتحدة، ولكن الشقة لم تقدم للمحققين ما أملوا فيه. لم يجدوا أي دليل حسي يربط جاك مباشرة بالجرائم، ولأن القضية كانت لا تزال ضعيفة جداً، لم يتمكنوا من إصدار مذكرة توقيف بحقه، وطال التحقيق. في هذه الأثناء ظل جاك طليقاً. لردعه طلب جايجر المساعدة ممن يزيدونه خبرة في القبض على أمثاله من الـ FBI. زار المحققون النمساويون سفارة الولايات المتحدة، حيث التقوا الملحق القانوني جوليان سليسكو، وهي عميلة للـ FBI تعمل في فيينا.
اتصلت سليسكو بوحدة تحديد شخصية المجرمين في كوانتيكو فيرجينيا، فأحيلت إلى العميل الخاص غريغ ماكريري. كان ماكريري قد بلغ سن التقاعد بعدما قضى 25 عاماً في خدمة هذا القطاع الخاص التابع للإف بي آي. اتصل النمساويون بالإف بي آي لأنهم كانوا يحاولون أن يستفيدوا من خبرتنا في التحقيق في سلسلة الجرائم، فذاك كان تحقيقهم الأول في مثل هذا النوع من الجرائم. وافق ماكريري على مساعدة النمساويين، وكان سيساعدهم ليحددوا إن كان الشخص نفسه قد ارتكب كل هذه الجرائم. عندما أخبر جايجر سليسكو أن جاك قد سافر إلى لوس أنجلوس في الصيف الماضي، طلبت أن يرسل تاليكس إلى كاليفورنيا لإعلام السلطات المحلية. على مر الأيام التالية استعد جايجر وميولر للقيام برحلة إلى مركز الإف بي آي، فجهزا التقارير من ساحات الجرائم ونتائج التشريحات والصور. ثم اتصل بهما التحري فريد ميلر من لوس أنجلوس. كان ميلر قد تلقى التاليكس وقال إن كاليفورنيا عانت من موجة مماثلة من الجرائم في الصيف الماضي. لفت انتباه المحققين الآن إلى لوس أنجلوس على بعد 6000 ميل لمتابعة مطاردتهم للقاتل النمساوي. في خريف عام 1991 وجدت 9 نساء مقتولات في أوروبا الوسطى. كان المشتبه الرئيسي الكاتب النمساوي المشهور جاك أونترفايجر، ولكن لم تتوافر الأدلة الكافية لاتهامه، وكان الناس يعتقدون أن الشرطة تلاحق رجلاً بريئاً. أرسل تاليكس من الإف بي آي من فيينا إلى كاليفورنيا، وقد لفت انتباه التحري فريد ميلر الذي كان يعمل مع شريكه جيم هاربور طوال أشهر على حل سلسلة من الجرائم. كانت جرائم لوس أنجلوس تشبه في أسلوبها تلك التي يشتبه في أن جاك ارتكبها في النمسا. لقد أشعل هذا على الفور حماستنا التي كادت تقضي عليها 8 أشهر من البحث غير المثمر، فقد انقضت تلك الأشهر من دون اكتشاف القاتل أو حدوث جريمة أخرى. قارن المحققون الأمريكيون والنمساويون ملاحظاتهم، وكانت القضايا متشابهة جدا. فالضحايا كنا من المومسات، وقد خنقنا جميعا بواسطة ملابسهن الداخلية، وقد تركت كل الجثث في مناطق نائية. بدأ ميلر وهاربور بتخيل زيارة جاك إلى كاليفورنيا، فاتصلوا بالخطوط الجوية وشركات تأجير السيارات وسجلات الفنادق، وهكذا تمكنوا من تعيين تحركاته. علمنا أنه وصل إلى لوس أنجلوس في حزيران يونيو لعام 91 في اليوم الثاني أو الثالث من الشهر، وأنه غادر في اليوم 17 تقريباً من تموز يوليو. في صيف سنة 1990 زار جاك مركز شرطة لوس أنجلوس. جال في أنحاء مكتب العلاقات العامة مبرزاً أوراقه كصحفي، واشترك في برنامج الجولة. يسمح هذا البرنامج للمواطنين بمرافقة الشرطة وهي تقوم بدوريات في أنحاء المدينة. على أساس أوراق جاك جرت تلبية طلبه. ادعى جاك أنه يكتب قصة لمجلة ألمانية يقابل فيها بين الدعارة في أمريكا وفي أوروبا. طلب أن يشاهد مكان تسكع المومسات في المدينة، فأرشده الشرطي إلى مكان تجمعهن في لوس أنجلوس. يشرح لنا التحري جيم هاربور: في لوس أنجلوس لا يمكن أن ترى المومسات في كل مكان، يجب أن تعلم أين تجدهن، وأي طريقة أفضل من التجول في المدينة برفقة الشرطة. رأى الشهود شانون أكسلي البالغة من العمر 21 سنة بالقرب من الشارع السابع والطريق الرئيسية. إنها تعمل في الطرقات منذ هربت من المنزل بعمر 16 عاماً.
انتهت حياتها في 20 حزيران يونيو لعام 1991، وقد وجدت جثتها عارية وصدريتها ملفوفة حول عنقها. إن الآثار على رجليها تدل على أنها خنقت قبل أن تجر مسافة 50 قدماً إلى حيث وجدت. تمكن التقنيون الطبيون من عزل الدي أن أي من سائل منوي يعود إلى 7 رجال، ولكن تحري لوس أنجلوس لم يشتبه في أي شخص لجعله أساساً للمقارنة. بعد 10 أيام اكتشف المحققون مومساً ثانية، إيرين رودريغيز. لقد وجدت خلف مقطورة على بعد 1.5 ميل من حيث ألقيت جثة إكسلي. لقد خنقت المرأتان بصدريتيهما، وقد شهدتا كلتاهما للمرة الأخيرة بالقرب من الشارع 7 والشارع الرئيسي. اكتشف التحريان أن جاك كان يسكن في الجوار. علمنا أنه نزل في فندق سيسيل الواقع في 643 ساوث مين، وهناك تقريباً شهدت الضحيتان للمرة الأخيرة. عثر على ضحية ثالثة، شيري لونغ، بالقرب من ماليبو بعد أقل من 2 أسبوع. ومن جديد كان جاك يقيم في فندق مجاور حيث شهدت لونغ للمرة الأخيرة. كانت صدريتها ملفوفة بإحكام حول عنقها. يتذكر التحري جيم هاربور طريقة الخنق الفريدة. لم أرى من قبل تلك الطريقة التي لفت بها صدرية بإحكام حول رقاب الضحايا. مؤكد أنه صرف الكثير من الوقت لكي يلفها حول عنق الضحية ويربطها. قارنت العالمة في الجرائم في لوس أنجلوس لين هارولد العقد لترى إن كان القاتل يقصد أي شيء من خلال طريقة الربط. لصنع هاتين العقدتين لزم فتق الصدرية، فلا يكفي أن يأخذ الصدرية ويربطها في عقدة عادية، فالمجرم نزع المطاطة من الجهة اليسرى. ولو أراد 3 أشخاص مختلفين أن يخنقوا الضحايا 3 لما أمكنهم أن يتصرفوا بالطريقة نفسها، وهذا دليل على أن مقترف هذه الجرائم قد يكون شخصاً واحداً. أضاف جايجر وميولر هذه المعلومات من جرائم لوس أنجلوس إلى قضيتهما، واتجها إلى فيرجينيا على أمل أن تتمكن الـ FBI من أن تحدد إن كان الشخص نفسه قد ارتكب الجرائم 11. في النمسا كان جاك يحتفظ بمحبة الناس. تابع الصحفي المشهور نشر مقالاته وظهر على التلفاز ليتكلم عن الجرائم. قال لمشاهديه إن الشرطة النمساوية لم تتمكن من العثور على القاتل الحقيقي، وإنها اختارته ليكون كبش محرقة. ادعى جاك أن السلطات مصممة على إعادته إلى السجن حتى ولو عن ذلك اتهامه بتلك الجرائم الفظيعة. حافظ جاك على شعبيته وسط عامة الناس وفي النوادي الليلية التي كان يرتادها قانونياً. بالنسبة إلى محبيه وخصوصاً النساء، كان لا يزال جذاباً، وكان يفتخر بأن الشرطة لم تملك أي دليل، وأنها ترتكز على نظريات ولن تتمكن أبداً من إعادته إلى السجن. في آب أغسطس لعام 1992 وصل التحريان النمساويان إلى كوانتيكو فيرجينيا. كانا بحاجة إلى أحد اختصاصي الـ FBI لمساعدتهم على اعتقال مرتكب سلسلة الجرائم التي أدت إلى مقتل 11 امرأة في أوروبا الوسطى وكاليفورنيا. كان النمساويان مسلحين ب12 صندوقاً من الأدلة. رفض العميل الخاص غريك ماكريري أن يرى أي معلومات حول المتهم الرئيسي جاك أونترفايجر، فلم يشأ أن يكون أي أفكار مسبقة تؤثر في تحليله. بدلاً من ذلك أراد ماكريري أن يركز على الضحايا. أردنا أن نرى جميع مواد القضية حول جرائم القتل والضحايا عن خلفيتهن وتاريخهن وطريقة القتل وتقارير التشريح والصور من ساحات الجريمة وكل ما جمع أثناء التحقيقات، لكننا لم نشأ أن نعرف أي شيء عن المشتبه به.
أردنا أن نكون نظرة موضوعية إلى كل القضايا لنرى إن كان بالإمكان ربط بعضها ببعض أم لا، ولنحاول معرفة شخصية المعتدي الذي يرجح أن يرتكب مثل هذه الجرائم. لم يفترض ماكراري مسبقاً أن الجرائم مرتبطة بعضها ببعض، بل فحص الأمور المتشابهة بين القضايا ليرى إن كان هنالك دليل قاطع يشير إلى أن شخصاً واحداً ارتكبها كلها. وقد بدأ يبحث أولاً عن علامات فارقة من الناحية السلوكية يخلفها المجرم. يعتبر تحليل هذه العلامة الفارقة بمثابة تحليل لسلوك المجرم، وهذه العلامة قد تكون في بعض الأحيان مجرد عمل واحد، ولكنها غالباً ما تكون مجموعة من التصرفات التي تتردد من جريمة إلى أخرى، وهكذا نربط الجرائم بسلوك مؤسس على سلوك المعتدي نفسه. بحث ماكراري عن التشابهات، ففحص كل ما يتعلق بكل الضحايا، مدى تشابه أنماط حياتهم، وكانت كل النساء تقريباً مومسات ما عدا المرأة الأولى التي قتلت في براغ. رأت إحدى السيدات برانكا بوكافا للمرة الأخيرة في 14 من أيلول سبتمبر لعام 1990 وهي تغادر حانة في براغ. عملت بوكافا في متجر جزار، ولكن كان يعرف أنها تعمل أيضاً كمومس. تركت جثتها على ضفة نهر فلاتفا في الغابة بالقرب من منزل آل بوكافا. كان القاتل قد خنقها بجواربها ثم تركها عارية وغطاها بالأغصان وأوراق الشجر، ثم رمى ملابسها وأوراقها الشخصية في النهر. كانت الضحية الأولى التي عثرت عليها الشرطة النمساوية عاهرة مرخصاً لها لأكثر من 10 سنوات هايدا ماري هامر. في مطلع مهنتها عانت العديد من الهجمات العنيفة على يد زبائنها، ولذلك كانت تعرف بانتباهها. شهدت هامر للمرة الأخيرة في مرآب للسيارات في 5 من كانون الأول ديسمبر سنة 1990. كالضحايا 5 الأولى وجدت هامر في الغابة بالقرب من الماء، وكانت كل منهما مصابة برضوض عند الذراع والمعصم، ولم يكتشف التشريح وجود سائل منوي على أي ضحية أوروبية. بالنسبة إلى اختصاصيي الشخصيات في الاف بي اي، عنى هذا أن المجرم كان مدفوعاً بعجزه الجنسي. لقد شعر بأنه مجروح جداً في رجولته، فأطلق العنان لغضبه، فخنق النساء اللواتي اعتبرهن مسؤولات عن إحراجه، وترك الجثث في أوضاع مخزية. ثم ركز المحللون على ضحايا قاتل لوس أنجلوس. هل كنا يلائمن الوصف الذي توصلوا إليه في أوروبا؟ لقد عثر على شانون أكسلي ووجهها باتجاه الأرض بين العشب بالقرب من طريق فرعية. كانت عارية لا تلبس إلا قميصها وجواربها. لقد جرها القاتل مسافة 50 قدماً إلى حيث وجدت بعدما خنقها بصدريتها. من جديد يظهر أن المجرم يفضل أساليب معينة هنا كما في بقية الجرائم في لوس أنجلوس وأوروبا، وأن العنف قد أصبح مثيراً في ذاته. اتضح لنا أن هنالك أسلوباً واحداً متبعاً في هذه الجرائم، وكأنه نوع من التصرف الشعائري الذي يتكرر في كل ساحات الجريمة. فالنساء متشابهات من حيث كونهن مومسات أو نساء يبعن أجسادهن. كنا في الطريق عندما اقترب منهن، عادة بشكل سري جداً، فلم يرى أحد هذه النساء يركبن سيارة. لقد أخذهن خارج المنطقة وقتلهن بخنقهن بواسطة قطعة من ملابسهن الخاصة، ثم تخلص من الجثث بإلقائها في العراء من دون أي اعتداء جنسي. بعد أسبوع اقتنع ماكراري من خلال دراسته للضحايا أن القاتل واحد في كل الحالات. قضى عميل الاف بي اي والتحريان النمساويان الأسبوع التالي وهم يرسمون شخصية المعتدي.
وقد توصلوا إلى أنه رجل يتمتع بمرونة مميزة. كان كهلاً، ذكياً، معقداً، وقد نظم اعتداءه بشكل جيد. بالنسبة إلى عالم النفس الإجرامي توم يولر، كان هذا وصفاً دقيقاً لجاك أونترفايجر. بالحقيقة يمكنني القول إن جاك كان مثالاً ممتازاً لشخصية المعتدي المنظم، وهو أيضاً مثال ممتاز ليدرسه أي عالم نفس طبيعي، فقد تمكن من فهم حاجات غيره، وأيضاً من الاقتراب إلى غيره والاستماع إليهم، ومن ثم التحكم بهم. ولكن الجغرافيا كانت تنفي إمكانية وجود قاتل واحد، فالجرائم حدثت في تشيكوسلوفاكيا والنمسا ولوس أنجلوس. وباستثناء حالات قليلة، يبقى معظم مرتكبي سلسلة الجرائم ضمن منطقة واحدة يرتاحون فيها لمطاردة ضحاياهم. ولكن الوقت الذي انقضى بين المذابح سمح لمجرم واحد بالتنقل بين تلك البلدان. وقد قارن العالم السلوكي أسفار جاك بتوقيت الجرائم. عندما قارنت برنامج جاك أنترفيجر بتوقيت الجرائم، تبين أنهما متطابقان، وفي تلك اللحظة استنارت أعيننا. تلك كانت لحظة اكتشاف الحقيقة، بل أكثر اللحظات إثارة في مثل هذا النوع من التحاليل، لأنه أصبح لدينا الآن شخص مشتبه به، تناسب تحركاته تماماً الجرائم المرتكبة، وقد ارتكب جريمة مشابهة لتلك المرتكبة الآن. نجده في موقع الجريمة في كل مرة، فإما أن يكون أقل الناس حظاً، وإما أن يكون متهماً رئيسياً. في النمسا ظل جاك يتمتع بحريته وشهرته، وكان يعتبر جذاباً بالنسبة لكثير من النساء برغم كونه المتهم الأول ومجرماً سابقاً، وهذا ما حير التحري فريد ميلر. إن أكثر صفات جاك إثارة للاهتمام كانت قدرته على إقامة علاقة طبيعية بامرأة برغم كونه متوحشاً مع غيرها من النساء. كانت طالبة المدرسة الثانوية بيانكا موراك إحدى اللواتي وقعن أسيرات سحره، فهذه الفتاة الجذابة التي كانت في 18 من عمرها التقت جاك في الحانة حيث تعمل كنادلة، وقد جذبها اهتمام هذا الكاتب المشهور، فقد قال لها إنه تعب من شهرته في النمسا وإنه قد يغادر البلد ربما إلى سويسرا، وقد وافقت على اللحاق به إلى آخر العالم. في آب أغسطس لعام 1992 كان العميل غريك من الـ FBI ما زال يعمل مع التحريين النمساويين على حل لغز الجرائم الإحدى عشرة، إذ قتلت 8 نساء في أوروبا الوسطى و3 في لوس أنجلوس، وكانت كل الأدلة الظرفية تشير إلى تورط الصحفي المشهور جاك أونترفايجر. ثم وصل اتصال هاتفي من جامعة بير. لقد أتم تقني المختبر في النمسا تحليل أنسجة الملابس التي أخذت من شقة جاك أونترفايجر قبل أسابيع، وظهرت النتائج. كانت الأنسجة المأخوذة من سترة الجلد البنية تطابق تلك التي وجدت على جثة هايدا ماري هاميرر، أول مومس قتلت. كان يمكن الاعتماد على هذا الدليل لإثبات تورط جاك أونترفايجر في هذه الجريمة بالذات، ولكن المحققين أرادوا التأكد من كونه مسؤولاً أيضاً عن كل الجرائم الأخرى. كان لدى الـ FBI أداة أخرى يمكن أن تساعد في هذا المجال، برنامج فهم الجرائم العنيفة. تتضمن قاعدة بيانات الكمبيوتر تفاصيل تتعلق بعشرة آلاف جريمة حلتها أو لم تحلها السلطات الأمريكية، وقد أدخل أحد العاملين خصائص تلك الجرائم في أوروبا ولوس أنجلوس. أدخلت تفاصيل تتعلق بالضحايا، طريقة موتهن، مكان اختفائهن، وحيث عثر عليهن. فقد طلب ماكريري بحثاً شاملاً وكاملاً يتضمن 15 فحصاً يدل إن كان هنالك علاقة بين الجرائم. بعد 48 ساعة اتصل المشرفون على البرنامج بماكريري لإطلاعه على النتيجة، وكانت النتيجة مذهلة.
ربط الكمبيوتر كل الجرائم، مما يشير أن جاك أونترفايجر هو القاتل. كانت الـ FBI قد قدمت للنمساويين دليلاً حسياً يدعم قضيتهما، لكن جاك كان لا يزال طليقاً. عاد التحريان النمساويان على الفور إلى فيينا. تسلحت السلطات بالمعلومات التي جمعتها الـ FBI لتصدر مذكرة توقيف بحق يوهان جاك أونترفايجر. من جديد عادت الشرطة إلى شقة الكاتب، ولكن جاك كان قد اختفى. لقد هجر شقته. فاتصل جيجر بمكتبه وطلب من فريقه أن يتحقق من كل الحدود النمساوية. خلال ساعات فتشت السلطات كل محطات القطار والمطارات، ولكنهم لم يجدوا أي أثر لجاك. كان مرتكب سلسلة الجرائم هذه قد اختفى. لقد فر جاك مع بيانكا موراك ولم يعد في متناول السلطات النمساوية. إن جاك أونترفايجر يمثل بشكل جيد المريض النفسي الذكي، فقد فاز بجائزة أفضل كاتب قصصي ومسرحي، ولكن المريض النفسي يميل إلى التحكم بالناس ولديه قدرة هائلة على خداع الآخرين. توقف جاك في باريس حيث اتصل ببرامج تلفزيونية ليدافع عن براءته، ثم قال إن هربه لم يكن إقراراً بذنبه، بل للهرب من الشرطة التي تحاول إلصاق التهمة به. وقد وعد بأن يعود إلى النمسا ويجيب عن كل الأسئلة إذا سحبت السلطات مذكرة اعتقاله. برغم ظهوره في وسائل الإعلام، لم تكن لدى السلطات النمساوية أي فكرة عن مكان اختبائه. في فيينا استجوب المحققون أصدقاءه. لم ينزعج قط من كونه متهماً بعدة جرائم، فقد قالوا إن جاك هرب لقضاء العطلة في أمريكا مع بيانكا موراك، وهي نادرة سابقة في حالة. كانت بيانكا تعيش مع أمها، ولذلك زار جيجر السيدة موراك. لقد اعترفت بأنها اتصلت بالثنائي الهارب وحولت لهما المال. كانا في نيويورك ويتجهان إلى فلوريدا، فطلب جيجر من السيدة أن تتصل به إذا اتصلت بها ابنتها من جديد، وقد وافقت السيدة موراك. بعد أيام تلقت الأم اتصالاً من ميامي، فقد كانت ابنتها بحاجة إلى المال. أبلغت السيدة موراك الشرطة النمساوية على الفور، وكانت السلطات في الولايات المتحدة تنتظر في الويسترن يونيون، وقد راقبت الثنائية عند وصولهما. اعتقل جاك على الفور. سجن في ميامي بانتظار إخراجه من البلاد. طلبت النمسا وكاليفورنيا أن تحاكماه، فابتدأ التحري فريد ميلر سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه النمساويين. بعد اعتقال جاك في ميامي، كنا نتصل يومياً تقريباً بالسلطات النمساوية، محاولين جمع معلوماتهم مع المعلومات التي جمعت من جرائم كاليفورنيا. وقامت السلطات النمساوية بعدد من الرحلات إلى لوس أنجلوس، وقد زودتنا بكل ما يلزم من صور عن ساحات الجريمة ومعلومات حول الضحايا وحول جاك نفسه. أراد النمساويون أن يحاكموا جاك على كل الجرائم مجتمعة، ولكنهم عرفوا الصعوبة التي ستواجههم، فكان النمساويون يعتبرون جاك أحد المشاهير. كان على التحريين أن يقنعوا الناس بأن الناحية الشريرة والخاصة في جاك كانت حقيقية،
يوضح العميل الخاص غريك ماكراري ما يلي: الغريب في جاك أنك عندما تنظر إلى مختلف أوجه وفترات حياته ترى شخصاً محترماً دائماً بوجه طفولي وجذاب، ولكن عندما تنزع عنه ملابسه وترى كل هذه الوشوم الشيطانية التي اكتسبها في السجن تميز طبيعته الحقيقية كمريض نفسي عنيف، عندئذ يمكن أن تلاحظ التعارض بين مظهر جاك الخارجي وداخله، وعندئذ ترى الشخص المضطرب داخلياً على حقيقته. حصل محقق لوس أنجلوس على مذكرة تفتيش لفحص أنسجة السجين. في ميامي سحب التقنيون عينات من دمه وشعره ولعابه لإجراء فحوصات الدي أن أي، وقد أرسلت هذه العينات لتحلل في مختبر لوس أنجلوس، وقد ظهرت النتائج بعد حين، وقد وجدت مطابقة للدي أن أي الذي أخذ من السائل المنوي من شانون أكسلي. خشي جاك أونترفايغر أن ينقل إلى كاليفورنيا حيث كان يمكن أن يحكم عليه بالموت، فلم يشأ أن يموت في غرفة الغاز، ولكنه إذا عاد إلى النمسا سيحاكم على الجرائم التي ارتكبها في كلتا القارتين. يوضح العالم الإجرامي توم ميولر ما يلي: إن ارتكب مواطن نمساوي جريمة في أي مكان من العالم يحاكم بحسب القانون النمساوي، لذلك سمحت السلطات الأمريكية بإعادة السيد أونترفايغر إلى النمسا. لكن كان بإمكان جاك أن يماطل بمعارضة إخراجه من البلاد، لكن التحري لوس أنجلوس ضغطوا عليه وأكدوا له أنه سيعتبر مجرماً في كاليفورنيا وذكروه بعقوبة الإعدام. خوفاً من غرفة الغاز وافق على ترحيله. برغم الأدلة ضده كان لا يزال يتمتع بالشعبية في وطنه. لقد اعتقد جاك أن بإمكانه أن يقنع هيئة المحلفين بأن السلطات مخطئة، ولكن النمساويين كانوا يعتمدون على ما حضرته لهم الاف بي آي. عندما عاد جاك إلى النمسا اتهم بارتكاب 11 جريمة. 7 نساء قتلن في الأراضي النمساوية، ولكن قوانين بلدان أوروبا الوسطى تسمح بمحاكمة مواطنيها على أي جرائم ترتكب في أنحاء العالم، ولكن الاتهام بهذه الجرائم لم يخفف أبداً من دعم وسائل الإعلام لهذا الكاتب المشهور. بينما كان جاك قابعاً في السجن ينتظر محاكمته، ظل يغذي الصحافة بالادعاء أن الشرطة قد لفقت له التهمة وقد ملأت قضيته الصحف، ووسط هذا الجو المشحون استعد المدعون العامون النمساويون للمحاكمة. إذا أرادوا أن يكسبوا القضية كان عليهم أن يقدموا حججاً مفحمة، ولذلك جاء التحرر جيم هاربور إلى فيينا من أجل المحاكمة. إن قضية أوجي هنا هي الوحيدة التي يمكن مقارنتها بهذه القضية، وعندما وصلنا إلى هذه البلدة لنشهد وجدنا أنها قضية ضخمة هائلة الأبعاد، فاحتلت صورنا الصفحة الأولى في الصحف وإلى ما هنالك. جرت المحاكمة أمام 3 قضاة، وقد عرض المدعون العامون قضيتهم مستعملين أقل ما يمكن من الأدلة الحسية، فكانوا يعتمدون على التقرير السلوكي الذي أعده العميل ماكراري. أصبح من المهم جداً أن نربط هذه الجرائم من الناحية السلوكية للإيقاع بجاك في سلسلة الجرائم هذه كلها، وقد أصبحت هذه هي نقطة الارتكاز في محاكمة جاك، وحاولنا أن نقدم أكبر مساعدة للسلطات النمساوية. أخبر ماكراري القضاة بما استنتجه في كوانتيكو. كان القاتل يختار دائماً العاهرات أو النساء اللواتي يبعن أجسادهن. كان يتمتع بمرونة مميزة وكان ذكياً. لا يصاب بالهلع وهو منظم جداً. كان الغيظ يشتعل بداخله ولكنه كان يسيطر عليه.
عرض ضحاياه لردود قوية وقيدهن بالأغلال. كان ماكراني مقتنعاً بأن جاك كان يقيد العاهرات بالأغلال لكي يسيطر عليهن، فقد أراد القاتل أن يكبلهن ليمنعهن من المقاومة. ربطت شهادة ماكراني كل الضحايا معاً، فعبر القارتين كان ظل الموت يلحق بجاك أونترفايجر. حيثما ذهب كانت النساء يقتل. فأثناء زيارته للوس أنجلوس قتلت 3 عاهرات، وقد أشبهت طريقة موتهن موت نظيراتهن الأوروبيات. لقد خنقت شانون أكسدي والأمريكيتان الأخريان حتى الموت، وقد استخدم المعتدي صدرياتهن أداة للجريمة، وكانت العقد هي نفسها التي كانت تعقد على الضحايا في أوروبا. أشار ماكراني أيضاً إلى أن احتمال وجود أكثر من قاتل واحد ضئيل جداً. ما هي فرص وجود أكثر من قاتل واحد يخنق ضحيته بقطعة من ملابسها ويستعمل العقدة نفسها؟ في الواقع إن احتمالاً كهذا مستبعد جداً جداً ولا يمكن أن يحدث على الإطلاق. ولكن محامي الدفاع احتج بأن هنالك فرقاً، فضحايا لوس أنجلوس خنقن بصدرياتهن فيما كانت النساء في أوروبا تخنق بجواربهن. ولكن ماكراني ذكر بأن العاهرات الأوروبيات لا ترتدي الصدريات. وما المهم ما دام القاتل يستعمل إحدى قطع الملابس الداخلية لقتل ضحيته؟ طلب من عالمة الجرائم في لوس أنجلوس لين هارولد أن تقارن بين طريقة عقد الجوارب وعقد الصدريات. في حالة الجوارب هنالك رجل واحدة، أما الثانية فكانت تطوى على ذاتها لتصير القطعة الثالثة التي تحاك بها العقدة، تماماً كما كانت تعقد الصدريات، حيث كانت تشكل القطعتان المطاطيتان الجزئين الأولين وحزام الكتف الأيسر القطعة الثالثة للعقدة. دامت المحاكمة نحو 2.5 شهر، وفي 28 حزيران يونيو عام 1994 وجد المحلفون في غراتس النمسا يوهان جاك أونترفايجر مذنباً ب9 جرائم قتل. أما الضحايا الباقية فقد كانت جثثها متحللة جداً، بحيث اعتبر اتهام أونترفايجر بها غير ممكن. لقد حكم بالسجن المؤبد على هذا الرجل الذي أقسم إنه لن يقضي يوماً إضافياً خلف القضبان، ولم يفعل. فقد خنق جاك أونترفايجر نفسه بحبل من النايلون سحبه من بذلته. نحن نعتبر أن الانتحار ينبع عادة من الكآبة أو شعور بالخجل أو الذنب، أو أنه طريقة للتعبير عن الندم، ولكن هذه لم تكن الحالة مع جاك، فالمعتدون المضطربون عقلياً كجاك ينتحرون لممارسة مزيد من السيطرة، فهذا كان آخر وأهم تحد مارسه، لكي يتحكم بالقضية هو وليس الحكومة أو السلطات، فلم يكن ليسمح أبداً بأن يسجن بقية حياته. برهن جاك أونترفايجر أن سلسلة الجرائم ليست ظاهرة أمريكية، وقد أدركت وكالات تطبيق القانون الأوروبية أن عليها أن تطبق طريقة الFBI لكي تتمكن من مقاومة مثل هؤلاء المجرمين. تعلمنا من هذه القضية أننا لا نملك في النمسا ولا حتى في أوروبا برنامجاً كالذي في أمريكا يعالج الجرائم العنيفة، وقسم علم النفس الإجرامي يحاول أن يحضر نظاماً كهذا إلى النمسا، وعندها يمكننا أن نحل كل الجرائم الجنسية وجرائم القتل عموماً. لقد افتتحت الFBI السبيل لكي يتبنى عدد من البلدان نظام تحديد شخصية المجرم على أساس قواعد البيانات الإلكترونية في الكمبيوتر، على أمل أن يفتح هذا الحدود بين البلدان، وهكذا لا تعود التضاربات القضائية تسمح للمجرمين بالهرب من العدالة.